ونحن متواجدون هنا في أحد المسالخ في محافظة جدة والتي طبعا تمت مخالفتها مثل ما نلاحظ والأسباب واضحة لعدم يعني وجود النظافة اللازمة والمخالفات كثيرة. الحقيقة ينضم إلينا الأستاذ رائد المطيري وهو مدير إدارة سوق مكازير المسالخ بجدة. أنا ودي تنضم إلينا وإحنا نتكلم أستاذ رائد. طبعا مصورنا راح يعطينا بعض اللقطات المباشرة للحوم الموجودة حتى يعني نعرف سبب الإغلاق حتى والمشاهدين يشوفوا. نبي نتكلم أهم المخالفات اللي رصدتوها اليوم في هذا السوق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا انطلاقا مع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله على سلامة المواطن والمقيم في الأسواق العامة، دائما كانت حريصة أمانة جدا على سلامة المنتج باللحوم بجميع أنواعها. جميل. باللحوم جميع انواعها. نحن من هذا المنطلق دائما حريصين على 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 عين الرقيب في الاسواق بصفه عامه، سواء الهايبر ماركت او مراكز اللحوم الصغيره. طبعا لو تلاحظ الان اخوي عبد الرحمن، الان رصدنا كميات لحوم صراحه شيء يوجع القلب، لحوم مجهوله، من لحوم يظهر عليها علامات الفساد، عدم كفاءة الثلاجات. كم الكمية أستاذ رائد؟ تقريبا الكمية الآن احنا في بداية الجرد ما يقارب الطن من الكيلو، تقريبا طن. طبعاً الآن احنا راح نشاهد عمليات الإغلاق بشكل مباشر لهذه المحلات وراح تغلق. فعلا يعني هو شيء مريب، يعني لحوم مثل ما نشاهد تخزن بهذه الطريقة. نبي نعرف ايش المخاطر الصحية من استهلاك هذه اللحوم للعامة أستاذ رائد؟ هذه اللحوم دائما في لحوم مذبوحات تنذبح بعيد عن يعني الرقابه وتنباع في اماكن مخالفه بهالطريقه، لكن دائما احنا حريصين على المتابعه المستمره، وطبعا الحملات في امانه جدا مستمره على مدار اليوم على مدار الساعات، وفي امكان اي مواطن او مقيم يتصل على 940 او البلاغات عن طريق موقع بلدي. فدائما احنا نقول لابد من وجود الاختام، اختام المذبوحات، وفي آلية عملتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ان اللحوم سواء المبرد سواء المستورد او المحلي، ودائما اللحوم المبردة او المجمدة يصير لها عملية تخزين وعملية بيع مقننة بهذا الطريقة. الله يعطيكم العافية وجهد كبير، ما نشغلكم ونترككم تكملون هذه الحملة، والله يوفقكم يا رب لكل ما فيه خير خصوصا في ظل الاستهلاك الكبير قبل عيد الفطر المبارك. شكرا لك أستاذ رائد المطيري مدير إدارة المسالخ المركزية بجدة، بالفعل جهود كبيرة تبذلها أمانة جدة. مثل ما نشاهد عشرات المحلات تغلق في سوق النوارية بجدة التاريخية بجدة بما يقارب سعته أو حجمه الطن أو الألف كيلوغرام من اللحوم المبردة بطريقة لا تصلح للاستهلاك الآدمي. مثل ما نشاهد هذه كلها من المطبوطات وأخذت من هذه المحلات، بالتالي بالفعل يعني جولات مستمرة سواء قبل العيد أو حتى أثناء عيد الفطر المبارك. أعود إليك. شكرا لك عبد الرحمن المحضار.